انك اقترحت برنامج في 92 ايام الرئيس شادلي الله يرحمه وقبلها على اساس اعاده النظر كاع في تنظيم الجماعات المحليه بما فيه نوع من لا مركزيه القرار مش لا مركزيه المنطقه. فرق بين التنظيم الجهوي والتنظيم اللامركزي. اللامركزي تخلي اليوم تشوفي مثلا مداولة تاع بلدية للتعلق مش كل محلي تفوت للدائرة، من الدائرة تفوت عند الوالي، وفي بعض الأحيان في بعض المداولات مرغم يبعثها للداخلية.